ازيكم جميعا، انا مروه سامي، والنهارده هنتكلم عن برنامج جديد اسمه Procreate Dreams. ايه الفرق بين Procreate و Procreate Dreams؟ Procreate ده برنامج رسم ديجيتال عادي جدا، وده الايكون بتاعه اللي هو Procreate. ده برنامج رسم ديجيتال مفيهوش اي حاجه، ده بنرسم عليه في فرش تلوين وكل حاجه، وكان في تول لطيفه بتاعه انيميشن بس كانت بسيطة خالص، ما فيهاش مش قوية يعني. طيب السنة اللي فاتت طبعا هو الفيديو ده Procreate العادي اللي هو بتاع البرنامج الرسم. السنة اللي فاتت في شهر نوفمبر Procreate قررت ان هي تنزل ابليكيشن جديد اسمه Procreate Dreams. قبل ما اتكلم على Procreate Dreams، Procreate فكرته ان هي ما بينزلش غير على الايباد، ما ينفعش ينزل على الديسكتوب او على اي كمبيوتر، هو بس معمول مخصوص للايباد. وعلى فكرة بسبب الحكاية دي مبيعات الايباد مختلفة جدا عن اي مبيعات لاي تابلت تاني سامسونج، لان Procreate الناس كلها نفسها ان هي تشتغل عليه لان هو سهل جدا، وكسوفت وير رسم سوفت وير تحفة. دلوقتي بقى فيه بدائل كتيرة جدا على حاجات الاندرويد زي سامسونج تابلت، ما ينفعش ننزل عليه Procreate، بس بقى فيه برامج تانية كتير تحفة بتنزل عليه وجميلة، زي كريتا، زي كليب ستوديو بينت. انا بالنسبة لي كسوفت وير Procreate اسهل منهم، بس هما ممتازين وحلوين جدا. طيب نيجي نرجع بقى للاساس بتاعنا النهاردة اللي هو Procreate Dreams. نزل في شهر نوفمبر السنة اللي فاتت. Procreate Dreams ده عبارة عن ايه؟ ده ابليكيشن للانيميشن بينزل على الايباد، ودي حاجة فظيعة لان الايباد ما كانش فيه اي برنامج قوي للانيميشن خالص، كان فيه حاجات كتير بس مش قوية كفاية تنافس البرامج القوية اللي بتنزل على الديسكتوب. طيب هل Procreate قوي بنفس قوة Procreate Dreams؟ قوي بنفس قوة البرامج بتاعة الديسكتوب؟ يعني ما اقدرش افتي لان انا مش انيميتر، بس هو جميل جدا، هو تحفة. واحنا هنمشي عشان ما يبقاش برضو الفيديو طويل، هنمشي هنعمل كذا فيديو، هنمشي كل فيديو حاجة بسيطة هنتعلمها علشان نعرف ازاي نشتغل على Procreate Dreams ونعمل حاجات جميلة جدا بمنتهى سهولة، حتى لو انت ما تعرفش اي حاجة عن الانيميشن ولا جربت قبل كده تحرك اي حاجة. طيب اول ما بنفتح البرنامج بيظهر لنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، الجاليري بيبقى فيه نازل مع الابليكيشن ثلاث فيديوهات اوريدي ناس جامدين او انيميترز كبار عاملينهم عشان يوروك البرنامج قد ايه قوي، وتقدر ان انت تنزل عليه شغل كتير جدا او تعمل عليه افلام كبيرة، وتقدر تنزل عليه موسيقى. فكرة انك تقدر اصلا تعمل المستوى ده على الايباد ده حاجة رائعة. طيب دول ثلاث فيديوهات بينزلوا كده كده عشان تشوف امكانيات البرنامج ده. طيب النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة سهلة جدا، حاجة بسيطة جدا لأي حد أصلا ملوش في الأنيميشن. إحنا بنرسم عادي جدا، إزاي نحرك الرسمة بتاعتنا؟ رسمة صغيرة بسيطة هنحركها تحريك بسيط. أنا كنت رسمة الرسمة دي قبل كده، هوريكم دلوقتي ستاب باي ستاب إزاي حركتها. كانت رسمة عادية خالص، إلستريشن، كنت رسمها لقصص أطفال، وبعدين هنا جربت ادخله على برنامج Procreate لان انا رسمه كل رسمه على لاير مختلفه، فجبت اللايرز هنا وبدات احركهم. هي حركه عبيطه خالص لان زي ما قلت انا مش انيميتر، بس انا كنت سعيده جدا بالايفكت وحاسه ان انا عملت انجاز رهيب ان انا قدرت احرك الرسمه بتاعتي. ده هيفيدك في ايه؟ لو انت بترسم بس مش انيميتر، هيدي روح للسوشيال ميديا عندك، هتحس ان في حاجه بتحصل مختلفه. فانا شايفه ان هو طول حلوه جدا حتى لو انت مش متخصص في الانيميشن. طيب
وسعره برضو ما كانش كتير، سعره هو برضو بتشتريه مرة واحدة زي برنامج بروكريت، سعره كان $20. انا شايفة بالنسبة لكل الامكانيات اللي فيه طبعا هو ولا حاجة، انه هيفضل معاك forever، ده حاجة حلوة جدا. خلينا نبدأ نعمل step by step. هنا في علامة البلس دي، علامة البلس دي هندوس كده عليها، هيجيب لك اختيارات كتير تختار منها، عايز وايد سكرين، عايز تعمل فيلم عريض، ولا عايز الترا وايد لو انت هتعرضه على اليوتيوب، سوشيال ميديا، فانا طبعا هنختار سوشيال ميديا. دوست على امتي يعني فاضي، ما فيش اي حاجه، ما فيش تراكس بيظهر لك الشكل كده، يعني ما فيش اي حاجه موجوده ولا تراكس ولا اي حاجه. انا واحده هو مش بعرف اي حاجه في الانيميشن، هنمشي ستيب باي ستيب. هعمل هنا انا الايباد بتاعي مساحته الشاشه بتاعته كبيره، فبقدر ان انا اقسمها نصين، بدوس على الثلاث نقط اللي فوق دول واعمل سبليت فيو عشان افتح برنامج بروكريت، افتح البرنامجين جنب بعض علشان هنقل الرسمه بتاعتي اللي هي الرسمه دي، هنقل اللايرز هنقلها في بروكريت دريمز عشان اوريكم هنحرك ستيب باي ستيب ازاي. طيب هنا هفتح اللايرز بمنتهى البساطه، بحدد اللايرز اللي انا عايزه انقلها، مثلا عايزه انقل اللاير دي، بدوس حط عليها القلم بالشكل ده واقوم نقلها بمنتهى البساطه الناحيه دي، خلاص هي اتنقلت بقت موجوده الناحيه دي، اقدر احركها فوق يمين شمال، احطها في اي حته انا عايزاها، هكبرها شويه حاجه بسيطه وخليها هنا. طيب عايزه انقل كمان اللاير دي، هقوم دايسه عليها وجايبها هنا، هي هيتعملها امبورتنج، ادخلها كده جوه الشاشه بتاعتي بمنتهى البساطه. طب لو عايزه انقل اكتر من لاير، لو هنقل اكتر من لاير هيتنقلوا على تراك واحد، هوريكم ازاي. مثلا عايزه انقل الثلاثه دول اهو، عملت لهم سيلكت هما الثلاثه ومسكتهم بالقلم ورحت حطهم هنا، هيتنقلوا عندي زي ما انتم شايفين، بس هيتنقلوا في تراك واحد. ممكن لما اخش هنا على البرنامج ابدا اظبطهم كل واحد في تراك عنده لوحده، مش مشكله. طيب حلو كده، خلينا بقى ايه نيجي هنا، انا عايزه انقل حاجات ثانيه، عايزه انقل حاجات ثانيه واحده واحده، خلينا واحده واحده. عايزه انقل دول او اوكي، هنقل ده مهم بالنسبه لي. اوكي ماشي تمام، نقلت الحاجات اللي انا عايزه انقلها. هبدا ايه، هكبر الشاشه على بروكريت دريمز فول سكرين، نرجع لبروكريت دريمز. طيب هنا زي ما انتم شايفين انا هنا ايه اللي حصل، كل حاجه نقلتها، ده اوكي ده ملوش لازمه. تمام كل حاجه نقلتها من هناك بقت في تراك لوحدها زي ما انتم شايفين هنا، بس الاخر كام لير عشان نقلتهم مع بعض اتحطوا مع بعض في نفس التراك، فانا هنقلهم في تراكس مختلفه. هعمل هنا مثلا كده، هنا هدوس على علامه البلس اللي هنا دي واعمل تراك جديد واجيبه هنا، وهنا تراك جديد، اجيب كل حاجه لوحدها عشان انا عايزه احرك كل حاجه لوحدها، بس مش محتاجه لده من أمري. تمام كده كل رسمه بقت على تراك لوحدها. طيب هنا في تراك فاضي، عايزه لون للباك جراوند، ممكن اختار لون هنا لو عايزه ادخل اي لون او اي ارسم اي حاجه. شايفين الشكل البار ده، انا هنا مش بشرح البرنامج كله بالتفصيل عشان ما تتلخبطوش، احنا بنعمل ستيب باي ستيب. كل اللي احنا عملناه ان احنا نقلنا الليرات من بروكريت حطيناها هنا. العلامه الثانيه اللي بعد البلس لو دوست عليها هيفتح لي كاني بالظبط في بروكريت، الالوان، الفرش، السمادج تول، البرش، سوري الايريزر، كل حاجه، والفرش بتكبر وتصغر منين. طيب انا عايزه هنا في التراك الاخراني خالص اللي هو ورا كل حاجه عايزه احط فيه لون عشان يبقى باك جراوند، فهختار هنا لون مثلا بين التركواز والاخضر عشان يبقى لايق على اللي احنا فيه، واحنا بالليل مفروض. ممكن اجيبه اصلا من الرسمه الاساسيه بس مش فارقه، هم جايبه اللون كده وحطاه كده سحباه، خلاص هو اتلون عندي. بس لو ناخد بالنا هنا التراك صغنون خالص، جاي في حته صغيره، يعني ده عباره عن جزء من الثانيه، فانا عايزه اكبره. انا بعمل زوم وهبدا اكبره،
يعني ازاي هكبره، هدوس كده عليه ساعات بيعلق مني عشان انا قلتلكوا انا مش ايه، هنتعلم من البرنامج مع بعضين اهو. تمام هنكبره، انا كده عملت زوم اكتر عشان اعرف اكبره اهو. بص كده بيكبر معايا، دست بالقلم يمين وشمال بس لازم اكبره بشكل معين عشان يرضى يكبر معايا. كده مش راضي يكبر، هكبره هعمل زوم اكتر. انا عايزاه يبقى معايا في كل التراك او في كل مدة الرسمة الموفي اللي انا عايز اعمله او المشهد الصغنن اللي انا عايز اعمله. هكبرها عشان يبقى ده باك جراوند معايا للفيديو كله. طيب هنحرك ازاي بقى؟ الموضوع سهل جدا 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 لان في تولز فظيعة مش محتاجة حد زي ما قلت انيميتر او عنده اي خبرة في التحريك. مش ايه بس استحملوا معايا. اوكي تمام، هو طويل كده ليه؟ هو ليه طول مني؟ طيب ما علينا. طيب كده هنمسك بقى واحدة واحدة نحرك حاجة حاجة. اول حاجة ايه؟ الكاركتر الاساسية اللي عندنا اللي هي عروسة البحر، هنبدأ نحركها. هنيجي على التراك من الاول خالص، من هنا من الاول خالص، نيجي قدام خالص هنا ماشي من اوله. وهنا في التولز لو زي ما انتوا شايفين في بلاي، في بعد كده علامة الريكورد او التسجيل. احنا لو دوسنا على الريكورد دي، خليني بس ايه ادوس على اشيل دلوقتي، مفيش حاجة اعرف احركها عشان انا واقفة على القلم بتاع الرسم. هقف هنا كده، بصي اول ما وقفت على الريكورد عمل لي علامة ستوب وان انا اقدر احركها، يعني عمل لي سيلكشن عليها. طيب حواليك من اول تاني، نرجع تاني من اول التراك بتاع عروسة البحر. وايه وقبل ما ادوس على الريكورد هشوف هنا، لما انا هنا لما دوست على النقطه بتاعه النقطه اللي هي تحت دي ظهر لي شكل الروتيشن ان انا اقدر اخليها بتدور. اول ما بحرك هو عمال بيسجل، لو تلاحظوا تحت التراك عمال بيتحرك وبيسجل لي، بيسجل كل الحركه اللي انا بعملها انها رايحه جايه بالشكل الروتيشن ده. ما تقلقوش من اللي بيحصل ده، انا كده كده هشيله وهغير الاماكن بتاعه التراكس، بس ايه انا كده كده بس بسجل الحركه بتاعه عروسه البحر. طيب خلص خلصنا. طيب هننزل التراكس دي تحت عشان هي عامله لنا مشاكل. اوكي اوكي طيب لو دوسنا على بلاي، لو جينا كده من اول الفيلم او المشهد ودوسنا على بلاي، بس هي بتتحرك خلاص، ده الحركه اللي انا عملتها اتسجلت. انا هنا واقفه على اللاير اللي فوق ده اللي هو اللي مغطي عروسة البحر ده، وهخليه ممكن اقدر كمان اغير في المود بتاع الحاجه بتاعتي، هخليه مالتي بلاي عشان يبقى شفاف او مبين اللي تحتيه. بعدين اجي اعمل بلاي، بصوا اللي انا عملته، الشكل اللي انا عملته بدا يتحرك. هعمل نفس الحاجه في المركب ونفس الحاجه في كل حاجه تانية. اوكي ده هنكبره، الباك جراوند يفضل لغايه الاخر. عشان نعمل شكل العاصفة والحاجات دي. طيب هنقف على المركب، على اللاير بتاعة المركب، ونعمل فيها نفس الحاجة. هنقف من الاول خالص عشان تبقى الحركة من الاول خالص.
كده اهو، بس نبقى متاكدين ان احنا على التراك بتاع المركب. وهنخلي روتيشن برضو، هدوس على النقطه الحمراء اللي في الكورنر تحت عشان يظهر لي شكل الروتيشن ده. واول ما بيظهر لي ببدا احركه، بدوس الاول على الزرار بتاع التسجيل ده كده اهو، وببدا احرك. بص هو بيسجل لوحده، هو عمال يسجل من تحت، الخط الاحمر شغال ماشي على التراك وهو عمال بيسجل الحركه بتاعتي. كل ده بيسجل، مش حاجه، مجرد انا بحركها يمين وشمال او فوق وتحت، بعملها روتيشن عشان ادي ايحاء ان في عاصفه هوجاء. اول ما الاقي انها وصلت لاخر التراك خلاص كده انا خلصت. اوكي هدوس بلاي. بص هما الاتنين بيتمرجحوا، الحركه اللي انا عملتها اتسجلت، ولا محتاج اي انيميشن ولا اي انيميشن سكيلز ولا اي حاجه. طيب عايزه ازود حركه اكتر، هقف عند المركب تاني وازود حركه، ممكن ازود فوق وتحت، مش لازم يبقى ان هو رايح جاي. هجرب تاني، هقف تاني من هنا وابدا احرك فوق وتحت. انا بحرك فوق وتحت بالقلم مع الحركه القديمه، الحركتين تسجلوا يمين وشمال وفوق وتحت. عشان يدي حق اكتر ان في عاصفه اقوى. انا كل انا بعمله ان انا واقف على نفس التراك وبحرك، ودوست على الزرار بتاع ريكورد وبحرك بالقلم. تمام. طيب حلو كده. طيب بعد ما حركت الحاجتين الاساسيين، عايزه احرك العروسه اكتر، هحركها مفيش مشكله بنفس الطريقه. هقف من اول التراك وادوس على هو كده، انا كده كده دايسه على زرار الريكورد خلاص، هو متداس عليه اوريدي. فكل انا هعمله ان انا هاجي بالقلم وهطلع فوق وتحت عشان ازود الحركه بتاعتها، تبقى الحركه فيها شغل اكتر، بس مش اكتر، عشان لما ازود المطره وازود الموج يبقى الدنيا شكلها ايه، في حركه جامده. ان كل ده ما عملتش اي حاجه، ولا عملت لايرز، ولا عملت فريم باي فريم، ولا اي حاجه، مجرد بسجل الحركه اللي انا بعملها بالقلم بس خلاص. اوكي طيب نيجي بقى للتفاصيل التانية، اللي هو شكل الموج. انا حطاه تحت عشان كان عامل دوشه، كنت شايفه كويس، اطلعه فوق شويه عشان اشوفه. اوكي عايز يكبر، عايز يبقى هكبره. اوكي هكبره بالشكل ده. هنخليه كبير. انا لسه واقفه هنا. طيب اوكي احنا قفلنا التول بتاعت الريفرنس، ماشي. هرجع هنا قدام، هجيب كل حاجه، هكبرها بنفس حجم الفيديو، كل التراكس دي هجيبها كده اكبرها كلها عشان تبقى بحجم، مش عايزاها تظهر فجأة، انا عايزاها تبقى موجودة من الاول للاخر. بص هو الموضوع يبان ان هو مكالكع، بس هو سهل جدا، مفهوش اي حاجة. هو كل تراك بيتحرك لوحده، كل رسمة بتتحرك لوحدها. اكبرها بنفس حجم المشهد عشان يبقوا كلهم ماشيين مع بعض. طب ليه في تراكس، يعني ممكن احط تراكس صغيره وكبيره، علشان ممكن ببقى عايزه مثلا بعمل مشهد وعايزه حاجه تظهر فجاه،
انا عايزة بس اصغر دول يبقوا في نفس المستوى بتاعهم عشان يبقى كلهم قد بعض. طيب دول كلهم عايزه اطلعهم فوق خالص، ده المفروض يبقى تحت عروسة البحر. بس هكبره عشان ده تكستر للمية. تمام اوكي، ده فوقيه هنكبره برضو. طبعا احنا ممكن ما نعملش كل الليرات دي عادي، فانا عايزه انقل الرسمه زي ما هي واحاول احركها. طيب هنا خليه تحت هنا شويه، اوكي اللي مش باين خليه كده هنا. تمام طيب هنعمل بلاي نشوف الدنيا عامله ازاي. طيب انا كده بمنتهى البساطه هزود بقى شويه موج وشويه مطره وابقى خلصت. ده فيديو سهل خالص مفيهوش اي حاجه. كل اللي انا عملته ان انا نقلت الليرات من بروكريت لبروكريت دريمز وحركت ايه عروسة البحر والمركب. خليني اوريكو الفيديو الاساسي اللي انا كنت عاملاه قبل كده. هنا انا كنت مزودة تراك انا رسماه، كنت مجرد ان انا عمل لما جيت رسمت دوست على التول بتاعت الرسم ورسمت الشكل ده بشكل فريم باي فريم، بس مش عايزه الخبطكم واريكم ازاي فريم باي فريم، خليها للفيديو اللي جاي ان شاء الله. خلينا بس النهارده نعرف حاجه واحده اللي هو انك تنقلي ازاي اللايرز من حته لحته، وبعد كده نعمل بقى ايه فريم باي فريم في فيديو تاني ان شاء الله. قولولي لو انتوا استفدتوا من الفيديو، لو في اي اسئله عندكم وان شاء الله المره الجايه هنعمل فيديو ازاي فريم باي فريم، ازاي نعمل فيلم فريم باي فريم واحدة واحدة بمنتهى السهولة ان شاء الله على البرنامج. كل مرة هنتعلم حاجة جديدة. قولولي لو عندكم اي اسئلة وانا هرد عليها ان شاء الله. شكرا على وقتكم ويا رب ما اكونش طولت عليكم.